مشاهدي الأعزاء، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة العلمية. نبدأها اليوم مع ضيفنا المصور عمار يونس. عمار، مساء الخير. أهلا وسهلا بك. بداية، عرفنا شوي عن نفسك. عمار، عمار يونس ابن قرية عارة، مصور، مصور تحت المي ومصور فوق المي. والأهم من هيك أنك بتشترك بمسابقات عديدة داخل البلاد وخارجها وبتحصد جوائز كثيرة. الحمد لله بفضل رب العالمين وبرضا الوالدين. الجوائز الحمد لله تقريبا كل مسابقة بشارك فيها بيكون في نصيب فيها، إن كان على مستوى المحلي أو على مستوى الدولي. تحت المي وفوق المي الحمد لله الأعمال التصويرية متعددة يعني. نعم، إذا على ذكر المسابقات تحت، أخرا في إيلات مسابقة التصوير تحت المائي للمرة 9 على التوالي، حضرتك شاركت فيها وحصلت على الجائزة؟ الجائزة الثانية، هاي المرة كان نصيبي من الجائزة الثانية بعد ما كنت حصلت عليها قبل سنتين على المرتبة الأولى. إذن دعنا نتابع التقرير، نعود إلى حديثنا إن شاء الله. התחרות יוצרת עניין עולמי, ובנוסף למתחרים מגיעים לאלת צוותי חדשות המסקרים אותה. עמר, איך היה היום? התחלה מוצלחת. אצלנו כמה תמונות טובות יחסית, תמונות מקרו, תמונות מקרוב, שבוע של כיף, שבוע של אומנות, יצירה, עולם אחר לגמרי, פשוט מתנתקים מכל כל הבלגן שיש בעולם הזה. عمر، هوايتين التصوير والغوص، مين جاب مين؟ الصراحة عندي كان الغوص في البداية، أنا كمان مدرب غوص، ففي أحد التدريبات أحد الطلاب طلب مني نصوره تحت المي وأعطاني شكفة مشغلة كاميرا، فمن ساعتها بلشت أصور وعرفت شو يعني التصوير. لكن التصوير تحت الماء مش زي التصوير فوق الماء. التصوير تحت الماء الأسس والمبادئ هي تقريبا نفس الشيء، ولكن بفوت عنصر انه البيئة غير طبيعية للإنسان العادي. نعم. موضوع النفس، موضوع الوقت اللي انت بتقدر تقضيه تحت الماء، الأعماق اللي انت موجود فيها، نوعيات الأسماك المعينة او الكائنات الحية اللي بتكون فيها، في شيء منها سام، في شيء منها خطر، في شيء. نعم. فكل هاي الأمور لازم الغواص او مصور تحت الماء ياخذها بعين الأمان. ماذا تعني بالأمان؟ موضوع الأمان انه لما بننزل نصور تحت الماء، انت قلت لي انك ما تكونش لحالك، بيكون معك لو حارس، بيكون في معي كمان بودي او كمان صاحب اللي شغلته يراقبني، وشغلته هو مسؤول عن الامان، موضوع الامان. نعم. من موضوع الاعماق انه ما ننزل عن الاعماق اللي هي ما خططنا ننزل لها، موضوع الهواء يفحص كل فتره، موضوع قديش في معنا نفس وهواء، ولانه من خلال التصوير بيكون انا انت يعني مركز كلك بالتصوير ومنشغل ومركز 100%. نعم. فما باخذ ببالي في موضوع الهواء او الاشياء الاخرى، فهي شغلته هو بيدير باله علي يعني. شو المهارات اللي لازم تكون عندك حتى تكون مصور ناجح تحت المي عم نحكي؟ اولا طبعا لازم تكون غواص محترف، الثبات يعني. في محلات مش دائما نقدر نوقف او ننزل على رمل نصور، بدنا نصور في اعماق مختلفه لما في لها قعر للبحر. نعم. فبيكون مستوى المحافظه على مستوى في المي على مستوى مليمترات، فهذا بيكون بالتدريب وما بيجي الا بعد ممارسه اللي هي عشرات المرات من. نعم. من الغوص. في معك انت صور كثير حلوه، وايضا الصوره اللي ربحت فيها مؤخرا. نعم. تقدر تفرجينا اياها؟ اول صوره راح نشوفها صوره اللي كانت في المسابقه اللي اخذت المرتبه الثانيه طبعا، اللي هي عباره عن سمكه بسموها الجوبي، السمكه الشفافه لا تتعدى 2 سنتيمتر. هنا هي على مرجان، شعب مرجانيه طريه، طبعا باستخدام الفلاش. قديش بياخذ لك وقت حتى تلتقط هاي الصوره اللي انت بدك اياها؟ بنزل وببحث او بدور على الصوره اللي في مخيلتي، بحاول اشوف الاشياء او الاسماك المعينه. طبعا هاي احنا عارفين وين هي بتقعد. نعم. وين بتجلس، كيف بتتصرف. قديش قريب انت بتكون من هاي السمكه؟ هنا الكاميرا بعيده عنها خلينا نقول
2 او 3 سنتيمتر. لا وهل القرب هذا من السمكه كيف انت قديش بياثر عليها؟ يمكن بيفزعها بهربها بتروح تهرب منك؟ اكيد اكيد 100%. الموضوع هنا انه انت بدك تنزل تتقرب شوي شوي، ما تقدر تدب حالك عليها مره واحده، بدك تتقدم شوي شوي قبل ما تبلش تتعود عليك. اول ما بتشوفك بتهرب تتخبى، بعدين بتطلع، بعدين بتهرب بتتخبى. نعم. يعني الموضوع ممكن يكون مرات ربع ساعه. نعم. ثلث ساعه ونص ساعه عشان تقدر تقضي معها دقيقتين او ثلاثه. كمان صور، انت معك كثير صور حلوه. صوره لحنكليز البحر او الموري، صورت في كمان في ايلات. طبعا احنا بنحكي على صور انت التقطتها. طبعا هاي صور. نعم. انا التقطتها. هاي كمان فازت بال 2011 كمان بالمرتبه الثانيه. نعم. في عندنا هنا حسب كل الحكام في اخر مسابقه، لو انها كانت في الابيض بالالوان لكانت فازت على المرتبه الاولى. وانت فضلت انها تكون بالابيض والاسود؟ 100%. انا حسب رايي انا حبيتها جدا بالابيض والاسود. نعم. لانه فيها ابداع معين، يعني باين زي انه سمكه جاي من كوكب اخر يعني. نعم. كمان نفس نوع السمكه، انه تستني تطلع من المرجان وتفتح ثمها بهاي الشكل. اخذ معي 3 غطسات. نعم. وكل غطسه كنت اقعد فيها تقريبا ساعه عشان هاي الصورة. وانت كنت مخطط من قبل شو الهدف تبعك؟ 100%. انا عارف انها بدها تفتح ثمها فبقعد لها. نعم. بستناها تاخذ راحتها وانا باخذ راحتي. في كمان صور حابب تفرجيني اياها؟ اكيد. الكل بيعرفوا اللي هو البهلوان، النيمو المعروف كمان في ايلات. هاي عين لسمكة بسموها عين التنين، هي على شكل تنين أو تمساح. نعم. هاي سمكة الببغاء، يعني بشكلها يوحي طبعا ألوانها وشكلها كأنها وجه إنسان. نعم. وهي كانت أول جائزة اللي بال 2009 ببداياتي للتصوير اللي هو فرس البحر، وفرس نوع نادر. نعم. اللي صورت في ميناء قيساريا في البحر الأبيض المتوسط، اللي هو الشغله نادر جدا انه نلاقي شيء من هالنوع. نعم. رائع، صور رائعه جميله جدا. كيف تتم عمليه التصوير تحت الماء؟ عمليه التصوير تحت الماء اول شيء انت يمكن كمان معك فيديو هون تقدر تفرجينا اياه. نعم. عن هاي الشغله. احنا الحين نشوف الفيديو، ومن خلال الفيديو نشرح كمان عن موضوع كيف بتم الاعدادات او التحضير تحت. نعم. تحت الماء. طبعا زي ما حكيت انه موضوع البالونات الهواء، التحضير، الواحد يفحص العده انه العده مضبوطه قبل موضوع الكاميرات. نعم. الاوزان، يخطط الغطسه تبعته، وين بده يغوص، شو بده يصور. نعم. اذا قرر انه ينزل اعماق معينه شو لازم يسوي والاخره. بعدين ببلش يعبر كل المعدات اللي على جسمك. هاي ثقيله او انت بتحس في وزنها؟ طبعا في المي الشيء بيكون اخف، بس بريت المي او فوق المي بتكون اوزان معينه ثقيله، وتحت المي تقريبا تنخفض الى النصف من. نعم. ناحيه الـ 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 هذا بحدش من حركتك، من طريقه الغوص. لا شك كل شيء بيكون ثقيل، معدات كثيرة بتكون. نعم. في لها أوزان كبيرة بتضايق في أي حركة. نعم. وبس يعني مجبورين. نعم. عشان احكي لنا عن المعدات، الكاميرات الخاصة للتصوير تحت الماء. أوكي. بالنسبة لموضوع الكاميرات، هي الكاميرات اللي نستعملها تحت الماء اليوم هي كاميرات نفس الكاميرات اللي نستعملها فوق الماء. نعم. ولكن الفرق اللي بيكون انه يكون في عندنا هاوسينج، او بيكون عندنا في بيت لكل كاميرا. مثل هذا يعني اللي احنا شايفينه هون بالضبط. الكاميرات الكاميرا. نعم. هاي هاي الكاميرا اللي احنا بنسميها اللي هي كاميرا البروفيشنال الاحترافيه. نعم. الاس ال ار في لغه المصورين. ف نفس الكاميرا بنحطها في البيت، بنحط عليها كمان فلاشات زي ما احنا شايفين هون. في عندنا الفلاش نقدر نستعمله للاضاءه. الفلاش كمان مره فرجيني اياها. الفلاش هذا فلاش بس للمي؟ هاي الفلاش مبني خصيصا للمي، تصوير تحت المي. نعم. كمان بيكون معها هون في عندنا الهاوزنج او البيت، اللي نفس الكاميرا اللي بنستعملها فوق المي بنحطها في البيت،
ونزلت طبعا بتتحمل اعماق لحديد 100 متر. نعم. ما في خوف انه يصير عليها اي شيء. نعم. كمان في عندنا اللي هو جديد موضوع الكاميرات الجديده الصغيره اللي هي الجو برو. نعم. كاميرات بتصور فيديو، كاميرات بتصور ستيلز، يعني صور عاديه باسعار جدا مليحه وجوده جدا عالي. جدا جدا عالي اللي بقدر الواحد يستعملها بالنسبه لموضوع السبورت او التصوير. نعم. لكن التصوير تحت الماء فيه تحديات اكبر وفيه مشاكل، بعض المشاكل بالنسبه للالوان، بالنسبه للدقه، بالنسبه للنوعيه، كيف تتغلبوا على كل هاي المشاكل؟ موضوع الالوان تحت الماء هو موضوع فيزيائي متعلق في موضوع، ما بدنا نفوت بالتفاصيل الفيزيائيه بالنسبه لاطوال الامواج. نعم. ولكن معروف انه في الماء كل بامتصاص الضوء في الماء بيكون خفيف، دخوله للماء لما يكون خفيف، فعشان هيك كل ما احنا ننزل من العمق تبعنا بيزيد بيتم اختفاء الالوان، بتبلش من اللون الاحمر بعدين البرتقالي بعدين الاصفر عشان يتغلب على هاي المشكله وتسترجع الالوان وكانه 100%. بنقدر نفوت مع اضاءه عشان هيك بنصور احنا بفلاشات، الفلاشات. نعم. هي بتعوض عن نقصان الضوء، او كمان ممكن يكون عندنا زي هون في الكاميرا هون في عندنا شيء اللي بسموه فلاتر، فلتر احمر. نعم. ماشي، اللي ممكن نحطه على عدسه الكاميرا، على عدسه الكاميرا، فبعوضنا عن نقصان مثلا هون اللون الاحمر. نعم. عمار، في الحقيقة الموضوع مشوق جدا، نتمنى لك المزيد والمزيد من المشاركة في مسابقات وحصد الجوائز أكبر وأكثر وأكثر. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.